هلو، اول شي صباح الخير. شوف، انا ماني مجهزه الكلام ولا مجهزه ايش حقول، فلو تأتأت شويه وكذا خبصت في الكلام، مو خبصني، ترددت شويه في الكلام، عادي عدولي لاني طالعه بس كذا كلمتين في قلبي بقولها وبطلع. طيب، تذكروا اخر مره صار لي ظرف في حياتي او مشكله وازمه عديت فيها؟ طلعت بينت في سناب شات، بينت انه انا زعلانه وانه انا انغدر فيني وان انا يعني انصدمت من أحد وما حبيت إن أنا سويت كذا. وطلعت على سناب شات بعدها وقلت لكم إنه هذه آخر مرة وما عاد راح أدخل حياتي الشخصية في السوشيال ميديا، بس أنا كنت معتبر السناب والسوشيال ميديا هذه اللي في إيدي إنه زي أتنفس فيها، يعني زعلانة فبطلع حري فيها، فهذا كان غلط طبعا، تصرف جدا طفولي، فما حبيت نفسي ولقيتها مو شخصيتي، يعني زعلت من نفسي وقررت إني ما عاد أتكلم. وعدتكم من يومها انه انا ما راح ادخل حياتي الشخصيه في السوشيال ميديا ابدا، وانه السناب حيكون لشغلي ولفائدتكم فقط، لان اقتنعت انه الناس ما هي محتاجه طاقه سلبيه، يعني البيوت الله العالم مش فيها وكل واحد عنده همه. اوكي، عندي شيء حلو، عندي شيء حلو، عندي حب، عندي فرح، عندي حياه سعيده اطلع اشارككم فيها، اما عندي هم وحزن ونكد خلاص احتفظ فيه لنفسي وامشي اموري انا، يعني البيوت فيها بلا وكل واحد همه يكفيه وزيادة، فالناس ما هي ناقصة هم كمان، الناس اللي تابعوها في سناب شات. فما حبيت، رجعت دارت الأيام وصارت لي مشكلة تانية أو انحطيت في موقف بايخ تاني وقررت إني ما أتكلم خلاص. بس الموضوع ترى شوي متعب لما يكون ضغط وزن زن زن على راسك وانتي تحاولي تتمسكي في إنه ما راح أتكلم ما راح أقول، ترى صعب، مو شيء سهل. هذا مو معناته انه انا طالعة اتكلم الحين واقول شيء، لا، انا عند كلمتي، انا ما اغير كلامي، بس بقول كلمتين. كل اللي في سناب شات، كل المتابعين من زمان يعرفوا ملكة ويعرفوا شخصيتي. كنتوا تشوفوني في بيتي وكنتوا تشوفوا حياتي وكنتوا تشوفوا اخلاصي وكنتوا تشوفوا تقديري لحياتي وتقديري لبيتي ودق تفاصيل كل زاوية وكل ركن في بيتي، كنت اجتهد فيه اجتهاد مو عادي، عشان انا من هذه الشخصيات اللي ما اعرف ما اكون معطاءة للي حولي، يعني اي احد في حياتي ما اعرف ما اكون كل شيء لي. انا كذا لما ادخل حياة احد، حتى يعني حتى لو صحبة، يا اكون كل شيء يا ما اعرف الوسط هذا في حياتي، فكنتوا شايفيني، فانتوا تتوقعوا ملكة اللي كنتوا شايفينها بكل عطائها وولائها ومشاعرها، اني انا ممكن استغنى عن هذا كله بسهولة، فتتوقع ان انا بهذه التفاهة وبهذه السهولة ان انا حضحي في اشياء حلوة كانت عندي عشان سبب تافه؟ لا، اكيد انتوا تعرفوني وتعرف شخصيتي، بالعكس انا فيني قوة تحمل وصبر مو عادية، وعديت مرة، يعني صار ظرف وعديت مرة، التانية ما اقدر، التانية مو شخصيتي، التانية ما اكون انا، التانية كذا انا حخرج من شخصيتي. فبس هذا اللي حاصل، انه ظروف صعبة مو حلوة، عادي تصير كل الناس، ما حد مرتاح، يعني هي دنيا واحنا عايشينها بحلوها ومرها، فعشان كذا يعني هو لا استهتار فيكم ولا طناش ولا اسلوب انه ما في شيء، لا، هو انه الواحد ما يبي يطلع طاقة سلبية، بالعكس يعني نبى ناخذ طاقة ايجابية ونبى نعطي طاقة ايجابية، فهذا هو السبب. أكثر سؤال بيجيني وأكثر موضوع أحب، فزي ما قلت لكم هي أيام مو حلوة، عادي الواحد يمر فيها، يقوى بنفسه، يقوى بشخصيته، يقوى باللي حوله، يقوى بشغله، يعني خلاص شو بنسوي، يعني ضروري الواحد يتناسى. مو شخصيتي الكلام الكثير، مو شخصيتي الاستعطاف، مو شخصيتي أني أطلع نفسي مسكينة وكذا، لأن أنا مو مسكينة، أنا شخصيتي جدا قوية وأعرف كيف أطلع نفسي من أي حزن أنا فيه، لأن أنا ما أغلط وعمري ما قصرت مع أحد وعمري ما خذلت أحد وعمري ما كذبت على أحد وعمري ما خنت أحد وعمري ما طعنت أحد في ظهره. فالواثق إنه هو ما أذى أحد، هذا يكون دائما قوي، لأن عارف إنه هو اللي انخسر. طيب، أما بالنسبة
لانفصالي، لأن طلعت صور وطلعت أخبار وطلعوا ناس تكلموا وقالوا انفصال. حاليا إلى الآن ما صار انفصال رسميا، بس أنا طالب الانفصال لي 2 شهر، بس الطرف الثاني رافض، فعشان كذا إلى الآن ما صار الانفصال. هذا أول شيء، كل شوي أول شيء، ما أدري متى ثاني شيء يجي. المهم بس هذه كل الحكاية ما فيها. اللي أبغى أطلبه منكم إنه بليز، هذه المواضيع ماضي صارت في حياتي، وأنا الماضي خلاص صفحة وطويتها، مو حابة بليز أحد يكلمني في موضوع قديم أو موضوع عدى وطاف ورا ظهري، لأن شيء أذي، شيء مو حلو. لأنه أنتوا يعني تحسبوا نفسكم بس بتتكلموا في ماضي، لا، مع الماضي هذا فيه ذكريات، مع الذكريات هذه في جروح، ومع الجروح هذه في مواقف يعني الواحد يبغى ينساها، وأشياء الواحد شافها يتمنى إنه يكون ما شافها. طيب آخر شيء بقولون، أدري إنكم تحبوني، إنكم ما راح تزعلوني، وتتمنوا لي السعادة، وتتمنوا لي حياة حلوة، وبس والله هذه أقدار زي ما قلت لكم. تصبحوا على خير.